عقد في ديوان محافظة صلاح الدين اجتماع اللجنة التنسيقية لإغاثة وإيواء النازحين برئاسة النائب الفني للمحافظ عمار حكمة البلداوي، وبحضور عدد من رؤساء الوحدات الإدارية ومديري مكاتب المنظمات الدولية والمحلية العاملة في المحافظة. تم خلاله مناقشة قرارات الأمانة العامة لمجلس الوزراء التي تتضمن توجيه المنظمات التي تعمل في محافظة صلاح الدين بشمول الوحدات الإدارية كافة بمشاريع إعادة الإعمار. وطالب البلداوي جميع المنظمات ببذل أقصى الجهود لإعادة إعمار مختلف القطاعات في مدن المحافظة والتواصل مع حكومة المحافظة من أجل توفير التسهيلات لإنجاح المشاريع التي سيتم تنفيذها.